إلى الترقب والانتظار المشوق يتلوها لقاء جميل بدايته حظة وضمة وحنان. توجي هذا اللقاء بإرضاء طفلك مباشرة بعد ولادتك. اجعليه يشعر بالدفء ويأخذ غذاءه الصحي منك، فالإرضاع الطبيعي يجب أن يكون الوسيلة الوحيدة لتغذية الطفل الرضيع بعد ولادته. الإرضاع الطبيعي يحسن مهارات التعلم والذاكرة لدى الطفل ويقدم له الكثير من الفوائد القريبة والبعيدة. الإرضاع الطبيعي يخلق بينك وبين طفلك رباطاً قوياً ويقدم لك وله الكثير من الفوائد النفسية والجسدية. لا تحرمي طفلك من التغذية الصحية ولا تحرمي نفسك من فوائد الإرضاع، وتذكري إرضاعك لطفلك مسؤولية ليست بالسهولة المتوقعة، هي سهر وتعب واهتمام. استعدي لتلك المهمة منذ بدء الحمل بالتغذية الجيدة والعناية بالثديين، ولا تترددي في سؤال طبيبتك عن أي سؤال أو استفسار. معا من أجل أطفالنا، فالإرضاع الطبيعي هو أساس الحياة.